استغلال الطلب المتزايد من مختلف الدول على المنتجات الجزائرية، خاصة بعد تفعيل اتفاقية التبادل الحر، لكن الشرط هو جودة وتنوع المنتجات ناهيك عن الكم والسعر، أمور يؤكد المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون توفرها. En termes de qualité, je peux dire que le produit algérien aujourd'hui est aux normes internationales, aux standards internationaux, et qu'on peut vendre dans n'importe quel pays d'Afrique, et encore plus même dans les pays d'Europe. Nous avons l'ingénierie nécessaire pour développer les produits qui peuvent constituer un besoin. Le client, quel que soit le client, national ou international, africain ou autre. رغم ما يتميز به المنتوج الجزائري من جودة ونوعية وقدرة على منافسة المنتجات الأجنبية بالأسواق الإفريقية، إلا أن هناك عراقيل تقف عائقاً أمام تفعيل ماكينة التصدير، منها تأخر فتح المعابر، ارتفاع تكلفة النقل، وغياب وكالات بنكية بالخارج. الصادرات الجزائرية ما تتزاوجش أي في حدود 2 مليار دولار، يعني 2 مليار دولار، باش نوصل 5 مليار دولار لازم نضاعف ونضاعف، وهذه الأشياء هذه لازمها آليات ولازمها سياسة ولازمها إلى غير ذلك، من بينها والشيء اللي طلبناه وطلبوه الإخوان الليبيين بما فيهم وزير الاقتصاد ورجال الأعمال الليبيين، يعني هو فتح المعابر الحدودية. المنتوج رخيص ينافس المنتوج الإسباني والمنتوج الإيطالي. بار كونتر هذا التسعيره تاع سعره النقل من الفوب يسقم 3 فوا بلوس على هما، هذا هو المشكل. نحن نريد ان نصدر الى دوله ليبيا وكثير من الدول المغاربيه وكذلك دول الخليج كذلك، اذا نريد تسهيلات من طرف الدولة لكي تسهل لنا الطرق والسبل التي نصدر بها إلى دولة ليبيا. رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار سنتيم والخروج من التبعية النفطية لن يتحقق دون تنويع الصادرات وتذليل العقبات التي تقف في وجه التصدير. المنتوجات موجودة والأسواق الخارجية متعددة، فهل سيتحقق الحلم؟